أهلا بيكم. حرف الأ الطويلة تعلمتنا أكيد في فيديو التاني، إذا لا اتفرجوا عليه كمان وتعلموا. في هالفيديو بدنا نعلمكن لفظ الأ القصيرة، وهيك تنلفظ بالألماني. öffnen Küche Gehöft. حرف الأ القصيرة مو بس أقصرية، اللفظ كمان شوي يفرق من الطويلة. موقع السن بيكون شوي نازل والتم بيكون شوي أفتح. شوفوا مثل في هالمقاطع. ö ö ö ö. حرف الأ لما يكون قصير كل مرة بيجي قبل حرفين ساكن. وهلا خلونا نشوف الفرق بين الأ الطويلة والأ القصيرة في هالكلمات الألمانية. دوزن Rösten Höhle Hölle. وهي كانت الدراسة للأ القصيرة. إن شاء الله مبسوطين بالدراسة. باي باي وإلى مرة الجاي.